والسنة صدقة تطوع صدقة خير بمضارعه ناتي بابا مساوى يسن ها ويسن صدقة تطوع لآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم شي قرض لك أخوة إذا كانت أخوة سن صار سن قاد خير زيادة في بداته أجر فاداش الشي سوري بداته إيه أو آية آية إيه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة يب حفصته وللأحاديث الكثيرة الشهيرة حديثي صحيح قال الزوري شتداها اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تزلوا فبكلمة طيبة خير يمكن حزدك بارس قسمك بي حزدك قصي خوش بي الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كو أو أغريدك جنتوا أو هالصدقة خلافي هم رجلك تولسي إنسان وهم حديث صحيح خير وخيرات اشتشي ساكا وقد تزبوا بعض الزار صدقة واجبة كوا كأن يزيده مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه كابر مضطر لبرسان دمري أتوش لخود زياد هي أقول أتوش بخو لبرسان دمري هو بخو نفس مقدم قيدينيا بس ومعه هيتد ما يطعمه طعام فقيره بده فاضلا عنه لخود زيادة إلى خود زيادة أيش دمري لبرسان لسرد فرزة دبيلي ويكره بالرديء اشتي خراب بك يا خير خرابة أبزر الرديء سيا وليس منه التصدق بالفلوس فلوسي بك يا خير استاد بسات فنزاية فارا آخر درزة بسات فنزاية هو بالرديء حساب نية والثوب الخلق ونعوهما يان كونة زلك زلك دراي أوش رديء نية رديء نية هو بل ينبغي أن لا يؤنف من التصدق بالقليل خو منعنا كباش لو يتصدق باش تكمش بك قيدنا كمان انيا عندي ردي اكاتسم ها ردي اشتكي خراب كل شيء نبي به كلام بي بردي ان كم سوسين مثلا كرمي ببي كرمي ابي عالم فرد هذا بخونا خو لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومحل الكراهة إذا وزد غير الرديء وإلا فلا أقد صدنا إلى خرافك تحب خرافك كيف بخشة بس اشتقوا أبو دوت هندسة وتهرق دولة نوصل لازف القيار حفتك بكزنا إذا أخوار حام ولا شيء أبو قني ولا شيء زرد ولا شيء كرمي كذا أبو دوت بكرت سدي أو الرديء والتصدق بالماء أفضل أو إكزار خيره كنجي حيث كثر الاحتياج إليه أجر عالم زور احتازي أبي أو قال خيره وإلا أجر زور احتازي أم بآوين أبو فالطعام هنجي خوارد مني ولو تعالى الصدقة حالا والوقف أجر إستاد بأمارة خد كتب خير يعني وقف بي وقف بي أو مارية أو عاقارة أو عرضة أو وقف بي لسر فلان كسي أنا سمز قبتي شان لا خير ترى بنا برامبر يغلية كتذكر لو دوي هل الصدقة هل وقفي شان بكي خير ترى تماشاك فإن كان الوقت وقت حازة وشدة أقع عالم وقت احتازي وقت شدة يبو برسيبو قيلان دارايبو عالم آوال زوربو فقير فقار زوربو فالأول أولى صدقة كباشرة دم دس عازة عالم في دقته وإلا أقل إفزار عالم ومعتاز نبو فالثاني أويد من وقف كدميني حتى يشتشي زور باشا لكثرة الزدواه أو قصد شيء ويفرم وقالوا ابن عبد السلام وتبعه الزركشي زدوى معنى ها زدوى فائدة وتبعه الزركشي وأطلق ابن الرفعة ترزيع الأولي ابن الرفعة قوتي أو قصاني في نائبري وقد وهابي عمود ما تشي صدقة خير ترى لوقفه لو لأنه قطع حظه من المتصدق به حالا سنشي أبي الخير إذا كادم دز ماركي لدز دروع راز ذات عالمي أويدك أي وقفك ونيا
هنزار خرق وقفه لسمن داره خودکا سخص من خودکا یان داری بوشتی امن نازیری وقفه بمیلو هلا بدستیویا هلا بدستیویا زور زور لملچیتی وی در ناسی تصرف و تساو دیری و یان دادا تخزمی خوی و وقفه که لسر اولادی تی حتا حتا الو اولادی دمینه بس اویدی که اوید صدقه کدام و دست علاقاتی لگتو نامینه بزاره چی اول خیر کرا بسه زور جان نیوا ها؟ بسه اگه با خودم اول ولو میده شر راه. یک حالتی و. آدی آدی. لاسی ما این وقفه او علی اولادی و اقاربی. و هد کاتو ای خوی. و این بقی لراغبی فی الخیری ان لا یخلی کل یوم من الایام من الصدقه. بیا وی ای اهل خیر حمل ول صدقه شبک. آن دی پیدا کری. با قدرت وانا. بیم تیسر. وإن قل وإعطاؤها سرا أفضل منه زهرا صدقة بدزي بخير تريوي باشكلا من الفحساب العالمي بي أما الزكاة أدي زكاة فإظهارها أفضل زكاة الفحساب العالمي دس من كوفر سيخوايا إجماعا زكاة إجماعا أي للإمام مطلقة وكذا للمالك في الأموال الزاهرة كالنعم والنابت والمعدن يمل وكمقن فالإخوة فيها أفضل للكالصلاة المفروضة وليراه غيره فيعمل عمله ولئلا يساء الظن به نخو عالم بلين زكاة نادا زكاة بأشكلها بخير وخيرات يدي بدسيب ويعطاؤها بالرمضان أي فيه لا سيما في عشره الأواخر صدق رمضان خاصة دروجة كيدوائية أفضل أو زور خيرا ويتأكد أيضا في سائر الأزمنة لهم زمانا والأمكنة الفاضلة زمان ومكان فاضل وشتيا كعشرة العزة وشي دروجة العزة والعيدين رجة رمضان قربانة والجمعة رجة ورجة جمعة وكمكة والمدينة خير وخيرات المكة ومديني أو مكانة أو أنا خير وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أو لا أو باشترا بدي أفقير يا نفقير ستوازب دي أقول نفقي وازب هر فرصة دي بيدي بس نفقير ستوازب دي برام خزمتا بدي خزمي باشترا الأقرب فالأقرب أو زد سن يزيق بي چه پشان بي پشان بدي مامي أو زبدا عموزي فالأقرب فالأقرب من المحارم أوين كمحرمي خوتا وكمام وأنا ثم الزوج لدوها جن بابدا تميردي ميرد بدا تجني أو الزوجة ثم لدوي غير المحرم أو غير محرم بي غير محرم بي وشي شي جبركو أوانا زكاة يا صدقة 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 والرحم من جهة الأبي لدوي الرحم إلى جهة بابي مثلا خشة بابي ومن جهة الأمي أو خشة داشي والرحم من جهة الأبي ومن جهة الأم سواء فرقين يا بلشي لا يداتي بلشي لا يبابي وشي يقديا نار ميقل بيجي كشيا ثم محرم الرضاع أو زل دعاء وشيري لقى تخوار دي بدوي ثم المساهرة أو زل مساهرة خسو مسو أو أنا أي خشك شنو أو أفضل أفضل در خبري ويعطاؤها كيف يشان ويعطاؤها لقريب وها 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 أفضل وصرفها بعد القريب أجزاو خزمك سيخدها مداني دوايوان بدا شيء إلى زار بدا زيراني أفضل منه لغيره زيران خير ترى العالمين فعلم ما دام ما زاني ديار خزم نزك باشر للزيراني ونبو حتى خزمها بنا يبدي الزيراني فعلم أن القريب البعيد الداري خزم ببر الماري دور بي في البلد ما دام لشارك يا أفضل من الزار الأجنبي باشتر للزيراني كلا تنشتتو بي خزم مقدم ترى لا يسنو التصدق بما يحتاجه اشتقوا بخود فيويز بياتو بسي بدي عالمي وكود بي بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقة ومؤنة لنفقتي ومؤنتي من تلزمه نفقته يومه وليلته بركها الحرامة
هر حرامه نفقه مصروفه مارو من دار خود شو روزه کی شو روزه شی بای شو روزه شی واجب د وی دابین بکای از تو خیره بکای بای شو روزه کدا تو نبو سمونی بده من دار خود سی بده عالمه او دبی نه او لی وفائدینه یان لو قردی تو قرداری عالمه بی بسی خیره بکای نابی ولو مؤزلا با قردك ميعاد شنهاد بفاري هقر داني قردك اي بدوا وإن لم يطلب منه با كابراش داواشي لنكر بس قيديا دبيعتو قردك اي بدوا وخير مكا ما لم يغلب على ظنه عسوله من زهة أخرى ظاهرة إلا أقر أتو دزاني دري كل دي اشتدي كم هيا اشتدي كم هيا أو خيري دي كم لدباع قردك اي بفران اشتدي دموا مارت أبو إيشت أبو قرد لس عالمي هو بيان دا يوا يعني كسابة الذكر لو بيني قرد كرد دا وقيدنا خير وكانش أو زولو قلت ما نجا قرد أو أنا بي يعني مسؤول في مار من داري بنا بخير وكاي لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة أدي سن شي خير صدقة سنة مسؤول في خوت مار من دارته قردان أو قرداران أو أنا واجبة أتقول بس واجبي بس يبلي ولا وسيا سنة بكاي نعم وحيث حرمت الصدقة بشيء أو زي وش قلت وان صدقة حرامة تازنا ما قلت حرامة كبر قردار بقردين داتو بسي مولودي بكا زوري وايا سي مولودي دكا قردار دسي مولودي دكا قرد عالمي بدوا اگر وابو لم يملك المتصدق عليه او يدشي دي نابت ايوي لمش حرامة وربقدي على ما افتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله تعالى ابن زياد او هاي قوت يا زور بطن دي ورقرت يا خرج جائز نه مست مولود او کابرای ها او لكن الذي جزم به شيخنا في شرع المنهازي انه يملكه در د به هر شي بده د به خو او توان برنيا کابرای شيخه د کا او توان بار والمن به وزن سموزه به شيخ ابن عزيز هر مولود والمن به صدقتي بشر خرچ نزنید خو کابرا امیدی هی بدات و ندات و بخوید زانی برچی امیدی هی لزی گایدی یان قردی هی یان لحکومت داره قسطم هی دم دنه فارمه لباقی دم دنه والمنو بی صدقتی حراما بسی بتساوی دادات و ها فران زاری خیرم پی کردی لبر من نباد بردی لبرسال اپیل قد لیدن نانی مد لزجیدی تداره او اقسانا او محبتون للازلی او معبتي ازل ازل كدروا كل اذى وكو ازيد دان كو ازيد دان اسيد كابرا يبدي درق كان ينهره او يشتمه ينسوني بدي يندري بكي غير شي بيبكي غير كدروا وش اوه قال في المجموع امام نووي لمجموع اذا فرمي يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام كابرا مالي حلال وحرام بي باش نيشتري وربكري ما عمل لك مكه كسلطان الجزائري وكسلطان الظالم سلطان الظالم جماري حرار وحرامنيا اشتكت بذاتي والمقرى وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها او ذات سندي ماري زورت الحرام بي خراتر مكروهاتيك او ها ولا يحرم حرامنيا خرافة بلم حرامشنيا الا ان تيقن ان هذا من الحرام الا معلوم بأول حرامي هيز اشكارينيا بخود دبزاني او تسوى شتي تاراني هنا فروشتي تيو بارك اي دادا تتو ورمقرا ادي امام غزالي قوتي تي اگر يكا حرام على ري ابي معمل اي دقا حرام وقول الغزالي يحرم الاخذ ممن اكثر مالي حرام وكذا معاملته معامل شي دقا بكي او قصي شاز هو شاز عملي في مكا او زهر مزاني او اخر كتزو مثل امام غزالي بك او يك وقول الغزالي باب زاني قد قصشين لك يا عنا مبتدا خبره شاذ وقول يحرم مقول القول قال في التحفه بعده على انه الغزاليه في بسيته بقول بسيته قوتيتي زرع على المذهب لس مذهب رؤيا كدري مكروها فزعل الورع دري الورع بديني او هانا استناب معامله من اكثر ماله ربا أو يزور ربا الربا إذا سيبو معملي ده قبل كي باشنيا فصلنيا قال وإنما لم يحرم بخوي دري حرامنيا وإن غلب على الظن أنه الربا با غلبة الظن شهب الربا با غلبة الظن شهب حرام نابي لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد
سن شي اصلي معتمد اوي هر كابره مارشي لزر ناف دسي دابي بري حراره ولم يثبت لنا فيه اصل اخر يعارضه ساصلي دي كشمانيه معارضي ببرم حرامه ما دام وابي فاستصعب استصعابي اصل كيدا كان درم حراره ولم يبال بغلبه الزل اوتو سكي شاكر قسي بسيتي قسي بسيتي فيدا سي اويدي كي لا احياء العلوم لو زانا قول بي شعرش قلت زوري تدابو ها؟ لا يعني شعرش زوري تدابو لا يعني؟ لا بداياتي درسي الله قلت شعب يشعرك خوش بي مره خوش بي وهما خوش نبو جعلت على لطفك من إن امرأة من بني إسرائيل من كان لها زوج ميردي وهو كان غائبا ميردك لبنه وكان له أم من داشه ولعت فأولعت بامرأة ابنها داك كل لقى ابو شقودا مراقب لكن بوكا كبي بخيوكا فكرهتها بوكا خسوكا رجل ابوها فكتبت كتابا على لسان ابنها الى امرأة ابنها داك رسالة شنا لو كركي على لسان ابنها داك بدرو بفراقها وتيوتم تراقدا نودي توا ها؟ ديتمانو. إيه. هو عنتيكيا. نعم كيلوتش هو ثاني أول من التراقي ده. وكان لها ابنان من زوجها. فلما انتهى ذلك إليها لحقت بأهلها مع ولديها. جنكروي بخبوه ذكروا. وكان لهم ملك يكره إطعام المساكين. ملكيش من أكذبوا خرج خير بفقير مكا. شو زماني ممنوع دروزة. أو يجعوها. فمر بها مسكين ذات يوم وهي على خبزها جنك تندوري بيوه دا فقيرة شبكن دها فقال اطعميني من خبزك قلت اشتكم دي فقالت أما علمت أن الملك حرم يطعم المساكين نزني عقبة منعك ديا من اشتد بدمه قال بلى ولكني هالك إن لم تطعميني أنت والله يقنم دي لبرسان دمرم فرحمته وأطعمته قرسيني دو أستوشي داي وقالت له لا تعلم احدا اني اطعمت لا تعلم احدا اني اطعمتك بس بكزن لي ها فانصرف به مروي فمر بالحرس بس يتري داسو ففتشوه تفتيشا كدوا استوتش لبا غريب واذ انا بالقرسين معه فقالوا له من اين لك هذا ادوا استكل شيهنا فقال اطعمتني فلان ولاقوت فلان شنو هي تدولان دائمي فانصرفوا به إليها كان هنا فقالوا لها أنت أطعمتي هذين القرصين أتؤدو أستكديتي قالت نعم قلت أري والله قالوا لها أو ما علمت أن الملك حرم يطعم المساكين نازني ملك حرامي كرديا قالت بلى قلت بدي قالوا فما عملك على ذلك أو لو أذكر قالت رحمته ورزوته أن يخفى ذلك قلت والله رحم فيك دوام زاني لك نقوى ناري فذهبوا بها إلى الملك جنكا تندرواني أبردك الملكي وقالوا هذه أطعمت هذا المسكين قرسين تانوا أمرت يشكان دي باشا فقال لها أنت فعلت ذلك واتوت كديا فقالت نعم قلت أري والله فقال لها الملك وما كنت علمت أني حرمت إطعام المساكين أدي نازاني أمن حرام كرديا قالت نعم قلت أري والله قال فما عملك على هذا دي لو أذكر قالت رحمته ورزوت أن يخفى ذلك قلت الرعم في كل دوام زانيا ونازانا وخفت الله فيه أن
يعني كترسان بمري لبرسان خواهر ناقري فأمر بقطع يديها ملك قوتي هول دستي ببرن فقطعتان دستي تندولانيان بري وانصرفت إلى منزلها تشون ماري وحملت ابنيها حتى انتهت إلى نهر يجري وقوبه هول دكران شون بياسي شون سر آوي فقالت لإحدى ابنيها اسقني من هذا الماء دستي برابو جنكا قد يكري هارو هند عملو بين بدو موكا فلما هبط الولد ليسقيها من دارك شو آولو دا شبيني بي هر خلسكا غريق الراس كتنا آوي خنكا فقالت للآخر قد يكر كيدي أدريك أخاك يا بنيا هارو بقى كري خود فنزل سو قد يبرك بقى براد فنزل عشتو ناو آوي لينقذ أخاه وببراكي دليني فغريق الآخر أوج مرتخنكا فبقيت وحدها ذاك كما وبتني ببيدرست فأتاها آتين يكك هذا الزبزان خضري زندية ملائكة إخوائي الشيعة فقال يا أمة الله ما شأنك ها هنا أي نسلك إلي ربتني إني أرى حالك منكرا دبين مزور عززي فقالت يا عبد الله دعني قلت لهم قري فإنما بي شغلني عنك أوي بس من هاتي كاري أو إني الود بجرموا فقال أخبرني بحالك قلت لهم بجرموا فقالت فقصد عليه القصة فأخبرني بحالك بحالك قال فقصد عليه القصة قصة حكايتك الجراوة وأخبرته بهلاك ولديها قلت هود كرم تازخن كان فقال لها أيما أحب إليك أرد إليك يديك أم أخرج لك ولديك عييني شهان لا تبيخوش لدست كان لو ساكموا يعني هو دكرة كان لو بين موا فقالت بل تخرج ولدي حييني قلت والله دكرة كان لو بيني ودست مناوي فأخرجهما حييني هو دكرة كان لو هناوا ثم رد عليهما يديها دعاء لو كدست كان شتسابوا وقال إنما أنا رسول الله إليك أبن ملائكة إخوائما بعثني رحمة لك أخوة أمري لا تكنتو فيداك بقرسيني أو دو دستكا لبدل دو أستكا كد لبدل دو دستكيا خواهي تعالى دو دستكي بدا يوا وإبناك ثوابا لك من الله تعالى دو كركشت زيدا خواهلو يسن ذكر ديوا برحمتك لذلك المسكي سنك أنتو خير بو فقيريك وصبرك على ما أصابك وعلمي أن زوجك لم يطلقك بزانه مرد شد هدوی ترانه ده برو هر رو کن مرد خود فانسری فی ایلهی فو فی منزیلهی او قد ماتد اموه دا که کجلاو چه بوی تو مردیا الا اتو مرد کدمینو لخو پیکو بجینو فانسرفت الى منزیلها فوزدت الامره کما قیل لها این او دو شعره که تو شعره رو گوره خو شعر بطنی معنی نه شعر ببنکانو سداری دارت زعلت على لطفك المتكل توكل من سلوك فيتو عي ربنا واعرضت عن فكرتي والحيل وازل فكر وعيله وهم اشتكي دينا وهم بتماي تخواها وما دام لطفك لي لم اخف ما دام لطف في بكي لكزنا ترسم عدوا اذا كادني او خذل بي فيرم لي بكاتنو يان اللي من يزيك بتو تسم لي بكا بنا ترسم ولطفك رد الذي اختشي أو إليد ترسيم خالهم رد كاتوا كما كشف الضر لما نزل هل وكو عاززي وشهات خواه لا دبا همشتا شخواه تعالى لسلم لا دبا ويا سيدي كم مليق فرستا سن مليق فرح كديا درتان قد فرح كديا بلطف تيسره من عزل بلطف شي أوتو بدم دز بعزلا أو لطفه له من سهل كديا بلا ذي ببابك لا حلت عنه لا حلت عنه لزته من أولى بيش دركي رحمتي تبكهم قد لناره أي ويا ويحى من عنه يوما عدل قرب السر أو كسي أولى بيش دركي رحمتي خواهي درواتنو لبخواهي ناباريتوا وقفت عليه بذل السؤال لبيش دركي خواهي كتيمة دستخو باندك موا وما خاب بالباب من قد سأل يقل بيش دركي خواهي سؤالي بكا قد خيبت نابي وقزكش الراستا شعرك عندي بس هو مديواني متنبي ناخي هو فقه اسلامي دقيق